عيشة صعبة جدا جدا على المواطن في ظل هذه الظروف، في ظل حصار، حصار من البر، حصار من البحر، حصار من الجو. خاصة بربر يا همقيل، كل مناطق الجنوب، هذا هو اعتداء إيراني فارسي. ما أتمناه أنا أني أنفصل عن الشمال. أنا أقول لا تسألوني إيش صار، بل انظروا حجم الدمار. هذه انقطعت.